وميدو قال لي حاجه مهمه جدا لازم اقولها لكم بصراحه، لازم اقولها لكم جدا يعني. اقولها لهم ولا ما اقولها لهمش؟ ولا تقولها انت؟ انا سالت ميدو قبل ما نخش على الهوا مين احرف، انت ولا الكابتن عبد الستار؟ كانت الاجابه ايه؟ انا احرف. انت احرف بكتير ولا بشويه صغيره؟ لا بكتير. بكتير ده ثقه كمان. يا كابتن عبد الستار في ايه؟ يعني لما تجيب واحد احرف منك هنعمل ايه يعني؟ ده احرف منك بكتير. اتمنى يعني. ميدو انت بتلعب فين دلوقتي؟ في انبي. مركزك ايه؟ فرود. فرود بس حريف بقى ولا الفرود اللي هو بكتافه وبعضلاته وبدماغه ورجله؟ الاثنين اصلا يعني مهاجم متكامل صح كده؟ اتفرجت على فيديوهات للكابتن عبد الستار؟ اه كتير طبعا. كتير. ايه الفيديو اللي انت ما تنساهوش للكابتن عبد الستار؟ هدف لقطه حلوه للكابتن عبد الستار. جون فاول بتاع بيتر شمايكل اللي هو حاطه. الله بيتر شمايكل. انا برضه بيتر شمايكل، اصل بيتر شمايكل ده برضه من الحراس كنت بحبهم قوي يعني. جاب جول حلو. ايه واد ده بيتر شمايكل؟ بيتر شمايكل ده في حته ثانيه. ثبته في مكانه. انت بتشوط كرات ثابته؟ ساعات ساعات. ولا ما بتعرفش؟ لا بعرف. شكلك بتعرف تعمل كل حاجه. طب قول بس، قول احكي لي احكي لي، مش هنقول للمدربين انت ايه اللي ما بتعرفش تعمله. لا ساعات ساعات وشوط يعني. شاطر فيها كابتن عبد الستار.